بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وذلك لأن شريعته شاملة وكافية إلى أن تقوم الساعة، فليس هناك حاجة إلى بعثة نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته عامة للثقلين الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة، وفيها الكفاية كافية للبشرية. إنما يبعث النبي في الزمان السابق إذا اندرست آثار الرسالة، وأيضا شرائعهم مؤجلة بأجل، كل شريعة لكل أجل كتاب، كل شريعة لها أجل تنتهي عنده. أما شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي كاملة وتامة للبشرية للجن والإنس إلى أن تقوم الساعة، ليس هناك حاجة إلى بعثة نبي. أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي كذابون 30، كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. فالذي يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كذاب وكافر. ولذلك كفر المسلمون الأحمدية أتباع القادياني الذي ادعى النبوة، كفره المسلمون ومنعوا الأحمدية من المجيء إلى الحرمين، منعوهم لأنهم على غير الملة والعياذ بالله، حيث اعتقدوا نبوة القادياني، أحمد القادياني. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل، خرجاه في الصحيحين. نعم، هذا حديث صحيح في الصحيحين، ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وأنه سد الفراغ الذي ينتظره، سد الفراغ الذي ينتظره، فتكاملت النبوات به صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، وشريعته كاملة وصالحة لكل زمان ومكان، فلا حاجة إلى بعثة نبي جديد. الحمد لله على كمال نعمته وعلى تشريفه
وتكريمه لهذا النبي الكريم حيث جعله خاتم النبيين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. على قدمي يعني يحشر الناس بعده صلى الله عليه وسلم، ما بعده إلا الحشر، ما بعده إلا الحشر قيام الساعة، وهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، هو نبي الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بإصبعيه، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده. من ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدق من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر أيضا. هكذا عقيدة المسلمين وعقيدة حتى أهل الكتاب، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. وقد جاء هؤلاء الكذبة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون النبوة، وكلهم نبذهم المسلمون والحمد لله، وماتت ثريتهم لم يبق لها أثر، بقيت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صافية محفوظة. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. أعطيت جوامع الكلم، هذه واحدة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة الواحدة تغني عن كلمات كثيرة. نعم. ونصرت بالرعب. نصرت بالرعب مسيرة شهر، فمن سمع به صلى الله عليه وسلم من الكفرة ومن الملحدين، ومن من سمع به وببعثته أصابه الرعب من الخوف من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأحلت لي الغنائم. أحلت لي الغنائم، وهي ما يؤخذ من أموال الكفار، إما بالصلح بينهم وبين المسلمين، وإما بالغزو والجهاد، هذه الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الغنائم حلت لهذا الرسول ولأمته، وأما الأنبياء السابقون فكانوا يجمعونها، يجمعون الغنائم، ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، تنزل نار من السماء فتحرقها، لأنها حرام عليهم وعلى أممهم. نعم. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. جعلت لي الأرض طهورا، حضرته الصلاة وليس عنده ماء، يتيمم على التراب ويصلي، وجعلت له مسجدا. وهذا من خصائص هذا الرسول، لأن الأمم السابقة لا بد من الطهارة بالماء، أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سهل عليه وعلى أمته، من عدم الماء فإنه يتيمم على الصعيد الطيب ويصلي، أي مسلم أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده. كانت الأمم السابقة لا تصح صلاتهم إلا في كنائسهم. نعم. وأرسلت إلى الخلق كافة. نعم. كان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة في جميع الأرض. نعم. وختم بي النبيون. وأنا خاتم النبيين، والله جل وعلا قال:
ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بمعنى أنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة، لأن شريعته كافية، كافية شافية وكاملة، لا حاجة، لا تحتاج إلى تكميل ولا تنسخ أيضا. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإمام الأتقياء. من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه إمام، أي قدوة. الأتقياء جمع تقي، فكل عبد تقي مؤمن فإنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة لهم، لا يقتدى بغيره. نعم، لا يقتدى بغيره على وجه الأرض. نعم. قال الشارح رحمه الله: الإمام الذي يؤتم به، أي يقتدون به. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: الإمام معناه القدوة، معناه القدوة. إن إبراهيم كان أمة، قلت أمة يعني قدوة، أمة يعني قدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية آية المحنة. من زعم أنه يحب الله وهو لا يتبع هذا الرسول فهو كذاب. من كان يحب الله فلا بد أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك بطلت خرافة الصوفية أنهم يصلون إلى الله وليسوا بحاجة إلى الرسول. غلاة الصوفية يزعمون أنهم يصلون إلى الله وأنهم ليسوا بحاجة إلى الرسول، لأنهم وصلوا إلى الله. يقبون أكابرهم بالعارف بالله، العارف بالله بمعنى أنه عرف وانتهى، ولا حاجة به إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. نعم، كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدى به فهو من الأتقياء. نعم. قال الإمام: ومن لم يتبعه ولم يقتدي به فهو من الأشقياء، ليس من الأتقياء. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وسيد المرسلين. نعم، هو أفضل المرسلين، سيدهم وإمامهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من سيد ولد آدم يوم القيامة. ما قال صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الله جعله سيدا، أي هو أعظمهم وقدوتهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأول من ينشق عنه القبر عند البعث، لأن إذا نفخ إسرافيل في الصور صعق من في السماوات والأرض، يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ النفخة الثانية فتنشق القبور عمن فيها ويخرجون، حتى إن من مر بهم وهو يعرفهم عرفهم: هذا فلان وهذا فلان، إلا أنهم ليس فيهم حياة، يقومون من قبورهم كاملي الخلقة، حتى إن من كان يعرف أحدا في حياته عرفه حين ذاك: هذا فلان. ثم ينفخ النفخة الثانية، إسرافيل ينفخ النفخة الثانية فتتطاير الأرواح من الصور الذي معه، تتطاير الأرواح، كل روح إلى جسدها، كل روح إلى جسدها، فيحيون ويسيرون إلى المحشر، يسيرون إلى المحشر كأنهم إلى نصب يوفضون. نعم.
وأول شافع وأول مشفع، وهو أول شافع حينما يطول الموقف على الناس تدنو منهم الشمس يجمهم العرق 50,000 سنة وهم وقوف في المحشر. تقدمون إلى آدم إلى الأنبياء من بعده، كل نبي يعتذر، يريدون منهم الشفاعة إلى الله أن يريحهم من المحشر حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه الشفاعة عند الله ليريحهم من المحشر. فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يخر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في الناس فيريحهم الله من الموقف إلى الحساب والميزان، ولا ينتهي كل إلى مقره في الجنة أو في النار. نعم. وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. نعم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي أنا سيد الناس، أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى مسلم والترمذي عن وافلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. نعم. من العرب يعني. نعم. واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعم. خير العرب بنو هاشم، بنو هاشم فهم خير العرب، بعث منهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ لا تفضلوني على موسى، في حديث آخر لا تفضلوني على يونس بن متى. هذا إذا كان القصد التفضيل الافتخار لا يجوز، هذا إذا كان القصد الافتخار هذا لا يجوز، إذا كان القصد من التفضيل شكر نعمة الله عز وجل فلا بأس في ذلك. نعم. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه نفس حمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، إذا كان على وجه الافتخار والعصبية هذا لا يجوز. نعم. لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما. نعم. فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
الرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون ولا نقص على المفضول، المفضول لا نقص في حقه ولا بقدره. نعم. وقال تعالى: تلك الرسل بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله وموسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلمه الله عز وجل. نعم. فعلم ورفع بعضهم بعض الأنبياء على بعض درجات، فضل الله بعض النبيين على بعض. نعم. فعلم أن المذموم فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نعم. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر. الفخر نعم. أو على وجه الفخر وتنقص المفضول. تنقص المفضول ما يجوز هذا. نعم. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. أي نعم. وعلى هذا يحمل أيضا قوله جل وعلا يقول: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل وكلا وعد الله الحسنى، اللي قبل أسلم قبل الفتح واللي أسلم بعد الفتح كلا وعد الله الحسنى. نعم. لا تفضيل لبعضهم على بعض من جهة الفخر. نعم. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة، بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. نعم، قد يصح الحديث من جهة السند ولكن يكون فيه علة يعرفها أهل الحديث، علة للحديث هذه غامضة ما يعرفها إلا المتخصصون من المحدثين. نعم. سمى علة للحديث. نعم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقوله: لا تفضلوا بين الأنبياء، نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه. لا، هو الجواب السديد والله أعلم أنه إذا كان التفضيل على وجه الافتخار فهو لا يجوز، أما إذا كان التفضيل على وجه الشكر والاعتراف بفضل الله لا بأس به. نعم. نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. نعم. وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلد، لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك. نعم، إذا فضل على شخص معين هذا يصير فيه نوع من الحساسية، لكن إذا قيل فلان أفضل أهل البلد فإن هذا لا يتحسس منه أحد. نعم. لكن لو قيل منك أفضل منك لا يكون فيه، لكن إذا عمم التفضيل فإنه لا يتحسس منه أحد. نعم. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. شرح معاني الآثار كتاب للإمام الطحاوي، مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، الآثار اللي فيها إشكال متعارضة وفيها هو يشرحها ويزيل الالتباس الذي فيها، الإشكال الذي فيها، ولذلك سمي شرح مشكل الآثار. نعم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا،
فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله. هذا قول الحلولية، الجواب هذا كلام الحلولية وسيرد عليه إن شاء الله. نعم. فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما. لا، هذا تفسير باطل ما هو عظيم. نعم. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله. نعم. وبكلام رسوله لفظا ومعنى. نعم. فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، يعني يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام لما تأخر العذاب على قومه الكفار هرب عليه الصلاة والسلام، هرب والتقمه الحوت، التقمه الحوت وهو مليم يعني ملوم، التقمه الحوت وبقي في بطنه إلى أن دعا الله. وذنون يعني ذنون يعني صاحب، لا يعني صاحب، والنون الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام. ينادى في الظلمات، ظلمات البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقذفه الحوت وهو يعني ضعيف، خروج من بطن الحوت ضعيف ومعرض لأذى الذبان والتي الحشرات التي حوله، لأنه ضعيف البدن. أنبت الله عليه شجرة من يقطين، شجرة من يقطين نوع من البطيخ سمى الآن النجد، هذه لا يقربها الذباب، أنبتها الله على ذنون لتحميه من الذباب حتى صح جسمه وتكامل، من رحمة الله عز وجل أنبتنا عليه شجرة من يقطين. ثم أرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. نعم. وفي رواية من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس ابن متى. ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، هو من القدرة، لا هو أعترف أن الله على كل شيء قدير، ولكن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. نعم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي نعم. فلما نادى هذا النداء رحمه الله عز وجل، قذفه الحوت على ساحل البحر وأنبت الله عليه الشجرة حتى تكامل جسمه وقوي، وأعاد الله له صحته ومكانته. نعم. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
كل عبد يعترف بأنه من الظالمين، كل عبد يعترف أنه من الظالمين، وظلم المعاصي وظلم الناس وظلم، ما أحد يخلو من الظلم، لكن يستغفر الإنسان ظلم نفسه. نعم. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم. فأولهم آدم قد قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، بعد قوله: وجهت وجهي إلى آخره، قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. نعم موسى. نعم. وكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نعم. موسى عليه السلام لما لطم القبط ومات على أثر اللطمة، اعترف موسى أنه ظلم نفسه بهذا. نعم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم، حيث قيل له: فاصبر كما صبر من الرسل، فقد يقول من يقول: أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه. أولو العزم خمسة ذكرهم الله في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم. نعم. أكمل. وإسماعيل. نعم. إنا أوحينا إليك فاصبر كما صبر أولو العزم، وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولو العزم. نعم. فقد يقول من يقول: أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس ابن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس عليه السلام. نعم. وقوله: من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. نعم. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره. نعم. إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله عز وجل، كما أخبرنا هذا من الاعتراف بنعمة الله ومن الشكر لله، ما هو من الافتخار، ليس هذا من باب الافتخار من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب الشكر لله. نعم.
وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، كما أنه لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وغاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف لللفظ، لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة؟ نعم، كما يقوله الحلولي الذي سبق كلامه، لا تفضلون على يونس ابن متى، يقول الرسول عرج به إلى السماء ويونس ابن متى ألقي في بطن الحوت وهو مليم، فدل على أن الله جل وعلا في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. وهذا استدلال باطل سامج. نعم. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ للإمام الذهبي كتاب اسمه العلو للعلي الغفار، ذكر فيه أدلة علو الله سبحانه وتعالى، ذكر أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على علو الله تعالى ردا على الذين ينفون العلو. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وحبيب رب العالمين. يكفي حبيب رب العالمين، هذه أنقص في حقه، والصواب أن يقال خليل رب العالمين. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم قولنا وزد وبارك عند الصلاة والسلام على رسول الله؟ نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. لا بأس بذلك، وإن كان الأصل أنه يقال عند نزول المطر، تقول اللهم صيبا نافعا، اللهم زد وبارك، لكن لا مانع أن يقال أيضا في غير هذه المناسبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يمكن أن يقال لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء حكما إذا نزل آخر الزمان؟ لا، ما هو بينزل على أنه رسول، ينزل على أنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد فهو تابع، لا ينزل على أنه رسول لأهل الأرض، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، هل هو خاص به عليه الصلاة والسلام أم يشمل أمته أيضا؟ كمل الحديث، نصرت بالرعب مسيرة شهر، فيه رعب، في من ينصر بالرعب، لكن ما يأخذ المساحة في مسيرة شهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من ادعى النبوة ولم يكن به خلل عقلي، يقول ما حكمه وهل يقام عليه حد الردة؟ نعم، ما في شك أن اللي يدعي النبوة أنه كافر إلا إن كان مجنون. إيه، ناس يدعون النبوة وهم مجانين، ما هم بصحة عقولهم، أما من ادعى وهو عاقل فهو كافر بلا شك. يقولون إن واحد قام في المسجد وقال أنا
أنا رسول الله. قام واحد آخر وقال يا كذاب، هذا كذاب، أنا الله ولم أرسله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا الأثر هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ هذا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة للحج بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. زيارة الرسول مفتوحة في كل وقت، خاصة بالحجاج. هذا مكذوب، ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا مكذوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، يقول هل هذا يدل على أن هذا الترتيب هو تفضيلهم، مرتبين هكذا محمد ثم نوح ثم إبراهيم إلى آخره؟ لا، إبراهيم أفضل من نوح. لا، ما هو بهذا ترتيب، هذا ذكر، هذا ذكر فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل أحمد القادياني هو مؤسس الصوفية؟ لا، مؤسس القاديانية، القاديانية كذا، وقاديان هذا من بلاد الهند، قاديان من بلاد الهند نسب إليها يقال قادياني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل ظهر الكذابون الثلاثون كلهم الذين ادعوا النبوة أم أنه قد بقي منهم أحد؟ ظهر أنهم ظهروا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول هل التحديد بثلاثين هو حصر لهم أم أنهم قد يكونون أكثر من ذلك؟ العلماء يقولون العدد ليس له مفهوم، مفهوم العدد لا يحتج به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلدي صراع كبير بين المسلمين والقاديانيين بسبب طلبهم رخصة لفتح قناة تلفازية، يقول هل هذه الفرقة كافرة وهل نبين للناس كفرها؟ لا تسمحون لهم بفتح قناة لبث كذبهم وباطلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول حينما يذكر نبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهل يصلى عليه أم أن الصلاة مقصورة على نبينا محمد؟ لا، ما هي مقصورة على نبينا محمد، كل نبي يصلى عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عيسى عليه الصلاة والسلام هل هو من أولي العزم من الرسل؟ اقرأ الآية. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. هذو لهم. نعم، هذو لأولي العزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده إلى آخر الآية، أيضا فيها ذكر أولي العزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في التشهد عند ذكر التحيات هل نقول اللهم صل على سيدنا محمد بناتي بسيدنا؟ ما وردت في هذا المكان، في هذا الموضع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول القبر الذي يكون في المسجد هل يهدم المسجد أو ينبش القبر؟ شاف أيهما الأول، إن كان الأول المسجد والقبر حادث فيه فإنه ينبش القبر ويخلى منه المسجد، أما إن كان القبر قبل وبني المسجد عليه فإنه يهدم المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل من النساء أنبياء ورسل؟ لا، لا، ما يكون الأنبياء إلا من الرجال، ما يكون إلا
من الرجال ولا يكونون من النساء أبدا، ما فيه امرأة، لكن منهم صديقات كمريم وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، فهذه صديقات وليست أنبياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تفضيل الأنبياء وما ورد في ذلك من تفصيل ينطبق على التفضيل بين العلماء؟ هناك هل تفضيل الأنبياء وما ورد فيه من تفصيل ينطبق على التفضيل بين العلماء؟ وهل العلماء مثل الأنبياء؟ العلماء ليسوا مثل الأنبياء، فلا يقارن هذا بهذا ولا يستدل بهذا على. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول أنا أقتدي بأي أحد من الأمة من الصالحين أو الأئمة، أو أنه إنما يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الأصل والمبدأ، ويقتدى بأهل العلم، بأهل العلم الناصحين الربانيين يقتدى بهم أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة حفظكم الله للأنبياء، هل هناك عدد معين ورد في السنة في عددهم؟ ما أدري، لكن هو قيل إنهم، وما أدري، ما أستطيع. نعم. هو في كلام لكن أنا ما يحضرني الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النسيان، أم أنهم معصومون من هذا الأمر؟ يقع منهم النسيان، قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نسي في الصلاة، سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، وقام وجلس في مكان آخر، فجاءه ذو اليدين رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال: بلى، نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته وسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل أسلم حديثا وكان نصرانيا، ويقول إنه يحب عيسى عليه الصلاة والسلام أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يعذر بذلك لقرب إسلامه؟ يبين له، يبين، هذا عنده جهل، يبين له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من تمثيل الأنبياء؟ ممنوع، هذا حرام، ممنوع، لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا الملائكة، هذا أمر باطل ولا يعمله المسلمون أبدا، إنما يعمله ناس جهال. نعم. أو ناس ليسوا على جادة صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل المعجزات من خصائص الأنبياء والرسل، أو أنها شاملة للصالحين أيضا؟ خوارق العادات إن جرت على يد نبي فهي معجزة، وإن جرت على يد عبد صالح فهي كرامة، وإن جرت على يد عبد عاصي وكذاب فهي ليست كرامة، خوارق شيطانية، يسمونها خوارق شيطانية. فالكفار يجري على أيديهم خوارق شيطانية، ويختلف صاحب من جرت على يده بين يكون نبي أو رجل صالح أو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هل معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أقول هذا افتخارا وإنما أخبركم بالحقيقة، هل هذا الفهم والشرح صحيح؟ نعم هذا هو المعنى. هنا فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هناك من قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى إنه قاله من باب التواضع ومن باب سد باب النزاع الذي يفضي إلى العصبية والحمية. إذا كان التفضيل، قلنا لكم في الأول، إذا كان التفضيل من باب العصبية هذا لا يجوز، أما إن كان من باب شكر الله وبيان الواقع فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من كان ذكر اسمه في القرآن ومن لم يذكر؟ اي نعم، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين من ذكر منهم ومن لم يذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يشتغل المسلم في التفضيل بين الأنبياء فيفضل هذا على هذا على هذا ويرتبهم؟ لا، لا يشتغل بهذا، لا يشتغل بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم ولا فخر، يقول هل يؤخذ من هذا المنع من الافتخار بالأسر والقبائل وغير ذلك؟ ما في شك، لا يجوز التفاخر، لا يجوز التفاخر بين الأسر والقبائل لا يجوز هذا. نعم. التفاخر هذا من أمور الجاهلية، الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والنياحة على الميت كلها من أمور الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول المسجد الذي في قريتنا هو مسجد للصوفية، فهل آتي وأصلي معهم صلاة الجماعة في هذا المسجد؟ إن وجدت مسجدا آخر أحسن اذهب إليه، وإذا لم تجد انظر في الصوفية هؤلاء، إن كان تصوفهم يفضي إلى الكفر فلا تصلي معهم، وإن كان تصوفهم بدعة فقط فصلي معهم جماعة. نعم. يختلف منهما هو كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل تقضى الصلوات التي تركها رجل تساهلا وتهاونا؟ لا تقضى، ولكن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، كيف يقضيها وهو قد كفر؟ يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول معي في العمل شخص مبتدع، يقول كيف التعامل مع أهل البدع إذا كانوا زملاء في العمل؟ أرشدهم، أرشدهم وانصحهم عن البدع وبين لهم لعل الله يهديهم على يديك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما أقصى ما يختم به القرآن، هل هو محدود بشهر؟ اي نعم، الى شهر لا يتعدى. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل يصح ان يختم في اقل من يوم؟ نعم، لا معنى، لا معنى. عثمان رضي الله عنه قرأه في ركعة واحدة. نعم. يسر الله القرآن، ولقد يسرنا القرآن لذكر، يسر الله القرآن تلاوته على بعض الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة يقولون إن الإمام الشافعي رحمه الله له 60 ختمة في رمضان، 60 ختمة في رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة للصلاة على القبور بعد دفنها، هل يصلى على كل قبر سواء عرفت صاحبه أو لم أعرفه؟ ما دام أنه مسلم صلى عليه،
أدام أنه مسلم وفي مقبرة المسلمين صل عليه. نعم، زيادة خير. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل تحدد الصلاة عليه بزمن معين؟ يقولون إلى شهر، لأنه بعد الشهر يتحلل جسمه، فإلى شهر صلى عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندما يذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله يقال شيخ الإسلام، يقول ما معنى هذه العبارة وفقكم الله؟ معناها أنه الشيخ المتميز في الإسلام لما آتاه الله من العلم ومن الفقه ومن الدعوة إلى الله، معروف مقام شيخ الإسلام، هو الذي نقل علم السلف إلى الخلف، هو الذي نقل علم السلف إلى الخلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الأمور التي تكون خارجة عن العادة، إذا خرجت من رجل وفعلها رجل معين، هل يحكم بأنها كرامة مطلقة أم أن هذا يختلف باختلاف الناس؟ اتركوها، أنتم مكلفون بها، كرامة وما هي كرامة اتركوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل وقع خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في مريم أنها نبية أو غير نبية؟ أبدا، ما أحد قال أنها نبية، وليس من النساء نبيات، لكنهن صديقات، صديقة، ودرجة الصديقية بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا ترتيبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا القول وهو لا يرد القضاء إلا الدعاء، هل هو قول صحيح؟ أي نعم، الدعاء قد يرد الله به القضاء، لأن الله قضى قضاء مرتبا على سبب، إذا وجد السبب وجد القضاء، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم اتخاذ مقبرة للمسلمين ملاصقة لمقبرة النصارى ومدخلهما واحد؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، تعزل مقبرة المسلمين عن مقبرة الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة، فهل يصلي تحية المسجد؟ نعم، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فقال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم وصلي ركعتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتكرر سؤال وهو: الإنسان هل هو مسير أو مخير؟ يقول: ما الصحيح في هذه المسألة؟ صحيح أنه مسير ومخير، من جهة القضاء والقدر هو مسير، من جهة القضاء والقدر مسير، ومن جهة أفعاله هو مخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي حج منذ فترة، ووالدته قد توفيت ولم تحج. نعم. يقول: والدي حج منذ فترة ووالدته قد توفيت ولم تحج، وهو الآن يريد أن يحج، فأيهما أفضل، أن يحج عن نفسه أو أن يحج عن والدته التي قد توفيت ولم تحج؟ إن كان لم يحج الفريضة يحج الفريضة أولا عن نفسه، إن كان قد حج الفريضة يحج عن والدته التي لم تحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم زراعة شجر الزيتون على قبور المسلمين وتضليلها بذلك؟ لا يجوز هذا، منكر، ولا يجوز أن يجعل على القبور شجر،
بل القبور تخلى من الأشجار، لأنه إذا صار عليها شجر يعتقد فيها وتعبد هذه الأشجار، فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أتيت إلى عامل يعمل في محل لبيع الأثاث وقلت له سأعطيك راتبا أفضل من راتب صاحبك وكفيلك لكي يعمل لدي، لا يجوز هذا، هذا اعتداء على حقوق المسلم، لا يجوز. جيب لك عامل غيره، ما الواجب؟ كلهم حاجة إلى العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن طلاب في كلية الشريعة بالرياض، وقد قرر علينا في الفقه كتاب الروض المربع، وفي الحديث بلوغ المرام. يقول: أحيانا، أو شروح بلوغ المرام، أحيانا تتعارض الأقوال الفقهية، فما الذي نأخذ في ذلك؟ وهل يحق لنا كطلاب أن نرجح بين الأقوال؟ المدرس، اسألوا المدرس وهو الذي يبين لكم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يفعل المحرم ثم يستغفر ويتوب لكنه يرجع إليه مرة أخرى وهكذا، ما الطريقة للخلاص؟ لا يقنط من رحمة الله، يتوب إلى الله ولو تكرر منه فعل المعصية، يكرر التوبة والحمد لله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يدعو المرء على نفسه بالعمى وكفاف البصر إذا كان يتوب من معصية النظر إلى الحرام ثم يعود إليها؟ لا يجوز له ذلك، لا يدعو على نفسه، لكن يتوب إلى الله، وأيضا لا يذهب إلى الأماكن التي فيها مناظر سيئة، لا يذهب إليها، مثل مجامع النساء، أسواق النساء، يبتعد عنها. نعم. ولا ينظر في القنوات التي فيها مناظر سيئة ونشر للعري ونشر، يبتعد عنها. نعم. يحفظ نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الوضوء واجب بعد أكل لحم الإبل لمن أراد أن يصلي؟ أي نعم، واجب، وهو ناقض للوضوء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أتصدق بالعقيقة كلها بدون أن آكل منها شيئا؟ خلاف السنة، السنة أن تأكل منها وأن تهدي منها لأصدقائك وأن تتصدق لبقيتها، خليها ثلاث: ثلث تأكله في بيتك أنت وأولادك وضيوفك، وثلث تعطيه للفقراء تصدق به، وثلث تهديه لأقربائك وأصدقائك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديث أنا سيد ولد آدم وبين قوله عليه الصلاة والسلام السيد هو الله؟ السيد المطلق هو الله، لكن سيد ولد آدم ما هو مطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز المشي داخل المقبرة بالنعال أم أنه ورد نهي في ذلك؟ نعم، يمشي بين القبور بالنعال، ما في بس، لأن في شوك في حصاري، ولا يقع على القبور، يمشي بينهن بالنعال لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا السائل يقول: إذا زار الإنسان الميت في قبر أو عند قبره، هل يشرع له بعد السلام أن يتكلم معه ويتحادث معه؟ لا، لا يجوز، لكن يدعو له، سلم عليه ويدعو له ينصرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: متى يجب على الوالد أن يلزم ابنته بالستر ولبس العباءة؟ إذا بلغت سن أو قاربت، يعني راهقت البلوغ، قاربت البلوغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، هذا الضرب هل يدل على أن الصلاة قد وجبت عليه؟ نعم، عشر إما بلغ وإما مقارب للبلوغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن زوجها يجلس على الجنابة لمدة 3 أيام ولا يغتسل ولا يصلي، سؤالها: هل يجب عليه أن تجيبه إذا دعاها، وهل هي آثمة إن أجابته؟ لا، ما تبقى عنده إذا كان على هذه الحالة، لا تبقى عنده، تطلب الفراق منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول إن عليها صيام 8 أيام من رمضان، فهل يجزئ عنها الإطعام بدل الصيام؟ ما يجزي عنها إلا إذا عجزت عجزا مستمرا، عجزا مستمرا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني لا يعجزون عنه، عجزا مستمرا يطعم عنه. أما إذا كان يقدر على القضاء يقضي ولو تأخر القضاء، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يفعله بعض الناس من التذكير عن طريق رسائل الجوال كل جمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بذلك، هل هذا مشروع؟ كيف التذكير؟ يرسل رسالة حفظكم الله كل جمعة للناس: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تكلف، هذا تكلف ولا داعي له، المسلمون إن شاء الله يصلون على النبي بدون جوالات بدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استيقظ العبد متأخرا في صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، فأيهما أفضل، أن يصلي راتبة الفجر في بيته ولو فاتته ركعة مع الجماعة؟ لا لا، يبادر إلى الصلاة وراتبة الفجر بعد صلاة الفجر أو إذا ارتفعت الشمس، الحمد لله راتبة الفجر ما تفوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا مدرسة تحتوي على قبور، هل يجوز لنا أن نصلي في هذه المدرسة إذا حضر وقت الصلاة؟ لا، صلوا في مسجد إن كان عندكم حولكم مسجد، صلوا في مسجد، وإلا صلوا في مكان خال من القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى صلاة الغائب على النجاشي، هل النجاشي قد أسلم في ذاك الوقت؟ نعم، أسلم، النجاشي أسلم وحسن إسلامه، وأنزل الله جل وعلا فيه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فهذه النجاشي وأمثاله من الذين أسلموا من أهل الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا
أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يليق بطالب العلم أن يستمر في طلب العلم وهو لم يحفظ القرآن بعد؟ إيه نعم، لا بس يطلب العلم لأنه يفوت عليه، إذا تيسر طلب العلم فلا يفوته، وحفظ القرآن حتى لو ما حفظ القرآن ما هو لازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم لمجرد التسلي ومن غير تعصب ولا تعظيم؟ لا تضيع وقتك الترهات، لا تضيع وقتك فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في مكان فيه صور أو بملابس عليها صور؟ كانت الصور ممتهنة تداس وتوطأ ويتكى عليها فلا بأس، أما إن كانت الصور منصوبة ومعلقة لا يجوز أن تصلي في مكان فيه صور معلقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع فقال: قال الشافعي: يجوز أن يبعث الرجل من يأخذ له موضعا يجلس فيه، فإذا جاء الباعث تنحى المبعوث، ويجوز أن يفرش له ثوبا. يقول: هل يجوز ما يسمى بالحجز في المسجد؟ إذا كان يأتي قريبا فلا بأس، أما إذا كان يحجز بالمسجد ويروح ينام ولا يروح يبيع ويشري فلا يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل شاكا في وجود قبر في المسجد فهل يجوز له أن يصلي في هذا المسجد؟ الشك لا يمنع الصلاة، يصلي الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلق من نور وأنه أول الخلق، يقول: هل يجوز الصلاة خلف من يعتقد هذه الأمور؟ لا يصلى خلف من يعتقد هذه العقيدة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم، يختلف عن البشرية، لكن الله فضله بالرسالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أذكار الصباح والمساء هل تقال بين الأذان والإقامة في صلاتي الفجر والعصر؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر وتستمر إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، كل هذا وقت لأذكار الصباح. أذكار المساء تبدأ من زوال الشمس دخول وقت الظهر وتستمر إلى طلوع الفجر، مسعها الله الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمصليات، هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل في المصلى؟ مصلى لما هو مسجد، إذا كان ما هو مسجد وإنما هو مصلى فقط فلا بأس، إنما ممنوع من دخول المسجد الجلوس في المسجد. نعم. من الجلوس ولا المرور، تمر وتأخذ حاجة لا بأس. نعم. انتهى وفقك الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.